بعد رحلة تهجير طويلة ومعاناة من غلاء الإيجارات، يتجه محمد إلى غرفته الخاصة به، والتي حصل عليها مؤخراً في مخيم المقاومة شمالي حلب. يستقر أخيراً في هذه الغرفة مع مطبخها الصغير، وقد افتتح بسطة صغيرة تساعده في تحمل النفقات. أجينا نزحنا على ريف حلب الغربي، صار نزوحنا بأول الشتاء صعب، وصلنا حطونا بمخيمات وخيام برد ومطر وعانينا كتير. رحنا على دور الأجار بدنا نستأجر غرفة نقعد فيها، الأجار غالي 50 دولار 60 دولار للمي، 150 دولار في عالم بدها، والوضع صعب ما بيتحمل يعني. سمعنا في منظمة الإيهاها عمل تعمل مشروع تسجيل على غرف وكذا، قلنا مروا مسجل، سجلنا الحمد لله طلع لنا بيت عبارة عن غرفة ومنافعون، يعني الحمد لله رب العالمين، إيش من كان أحسن من الخيمة. هذا الوضع شايفينه أنتو كويس لا بأس يعني، بس لو كانت المنظمة تعملنا تصب لنا السقف أزبط كان علينا شوي. تعد هذه الغرفة ضمن مشروع تقوم به هيئة الإغاثة التركية إيهاها لبناء 20,000 وحدة سكنية، تم تسليم 2,000 وحدة منها حتى الآن، وقد تم التسجيل عليها مسبقاً ليبقى كثير من العائلات بانتظار موعد التسليم. هي مشروع بداية، هي ليس بناء بيت كامل، سقفها ليس من الصب كما يعلم، لكن الأساس أن نسلم للعائلة شيء أساسي ثم هو يكمل بعده، أو نحن من مشاريعنا الأخرى التي سنستمر فيها تكمل لنواقص هذه الغرف، كانت فكرة طبعا ضمن هذا الفكرة في منطقة عزاز أيضا، سواء للناس النازحوا للمنطقة هذه من إدلب، وأيضا بنفس الوقت للعوائل التي ساكنين في هذا المخيم من أكثر من 5 سنوات في الخيم ساكنين، حتى نخلص هؤلاء الناس من العيش في الخيام في وضع أفضل من الخيام. وعلى هذا الأساس في مخيم شمارخ بنينا حاليا، أكملنا 435 غرفة، وسكننا نصفها من نازحين الجدد من منطقة إدلب، والباقي الأعداد سكننا من نفس المخيم الذي يسكنون في الخيام. طبعا الآن مخططنا وهدفنا أن نكمل كامل المخيم هذه إلى نفس الغرف هذه، لكي ننهي كل مخيم من عايش في الخيام ويسكنوا في وضع أفضل من الخيام. يرى القاطنون هنا أنه أفضل حالا من الخيام، إلا أن هناك أمورا ناقصة في البناء لا تزال تسبب مشكلات لدى العائلات، ليست الحل الأمثل بالطبع، إلا أنها ستبقى الخيار الأفضل مقارنة بالخيام، ويبقى المهجرون بانتظار تحسين ما أمكن من واقعهم المزري قبل حلول فصل الشتاء المقبل.